أيقونات التصوير الفوتوغرافي في متحف الفن الحديث تيت مودرن في لندن. المعرض يعكس الأعمال الكلاسيكية الحديثة، والصور المعروضة تعود إلى الفترة ما بين 1920 و1950، ومعظمها صور نادرة، وفيها بروتريهات وصور من الهندسة المعمارية وأخرى وثائقية وتجريبية. عدد كبير من هذه الصور يعرض لأول مرة في بريطانيا، وهذا يعني أن الأجيال الشابة تشاهد لأول مرة هذه الأعمال الخالدة. من أهم المعروضات ما يعرف باسم صور الزوايا لإيرفينغ بين، وتضم صور شخصيات مهمة مثل موسيقار الجاز ديوك إلينغتون والفنان سلفادور دالي. ومن المعروضات أيضا صور مثل دموع الزجاج للفنان مين ري، والذي يبدو هنا وهو يرتدي معطف الحمام، وصورة السباح تحت الماء للمصور الشهير أونري كارتيس. لعب التصوير آنذاك دورا هاما بالنسبة للسورياليين وفناني الدادائية المعادين للحرب وكذلك هندسة الباوهاوس، وكانت تلك لحظة حاسمة عندما أصبح التصوير وسيلة أكثر رسوخا كشكل فني، وكانت بالنسبة للطلائعيين وجهة أساسية لتطوير فنهم عبر أوروبا والولايات المتحدة. الأعمال المعروضة هي من مجموعة نجم البوب البريطاني إلتون جون، والتي تقدر ب8000 صورة. اكتشف البريطاني ولعه بالتصوير الفوتوغرافي في بداية التسعينات، وذلك بعد علاج من تعاطي المخدرات بحسب منسقة المعرض. كانت تلك اللحظة بمثابة إلهام لإلتون جون، فقد رأى العالم بعيون مختلفة. سابقاً لم يكن يعني التصوير له شيئاً، وفجأة أدرك قيمة هذا الفن وأصبح لديه منظور جديد في حياته. معرض العين الراديكالية ذا راديكال آي يحتفل به في متحف تيت مودرن بلندن من الآن كعلامة في تاريخ المتحف. بعض اللوحات الفوتوغرافية هنا لديها الآن قيمة سوقية بعشرات الآلاف أكثر، ويعكس المعرض أيضا كيف أن فن التصوير تحرر مع مرور الوقت. نحن نعيش في وقت أصبح فيه التصوير الفوتوغرافي جزءاً من الحياة اليومية، فكل شخص لديه كاميرا في هاتفه، وأرى أن هناك أوجه تشابه مع عشرينيات وثلاثينيات القرن الماضي، حيث تطور التصوير أيضاً وأصبح عبر الصحف والمجلات في متناول الجماهير. منذ ذلك الوقت بدأ التفكير في استخدام الصور كأداة تواصل. هذا المعرض الناجح للتصوير الفوتوغرافي مستمر في لندن حتى شهر مايو 2017.